حياكم الله من جديد سادتي وأحبتي مشاهدينا الأكارم. ننتقل الآن إلى أجواء مختلفة، وهذه المرة مع كبير بعطائه وصغير بعمره من بغداد، المتسابق الثاني ضمن الجولة الثانية والمرحلة الأولى من النسخة الأولى من مسابقة وجيها بالحسين، المتسابق عباس الطليباوي. المتسابق عباس الطليباوي من محافظة بغداد، العمر 13 سنة. الكل ينصحوني بأن أستمر في هذه الخدمة الحسينية، أريد أصير رادود لأن الله اعطانا صوت ولازم أبدله في هذه الخدمة الحسينية إن شاء الله. اللجنة الكرام، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. هلا ابو العباس الحبيب، قد عمرك؟ ملا 13 سنة. عمر كله ان شاء الله يا بعد. روح بالبطل. هلا من هو حسين، الهوى العدنا اساسه. الله. من هو حسين، من هو حسين، وهو كل شي بغيابه. ملا حبيبي احسنت، عيد لي اياه، عيد لي اياه براحتك، ما عندنا شيء، خذ روح لك. اي من هو حسين، الهوى العدنا اساسه. من هو حسين، من هو حسين، وهو كل شي بغيابه. من هو حسين؟ الناس هواي تنشيد. من هو حسين؟ من هو حسين؟ واحتار بوصف ابن الزكي، واحتار بوصف ابنه. المن المن هاي الأبيات للشاعر علي محمد الماجدي. بارك الله بيك، بارك الله بيك، خذ راحتك على راحتك. ترتاح، ارتاح، ارتاح. اي ملا اي براحتك، نريد نسمع الجمال هذا. منتظرة جيتكم، زين، كتلتني فرقتكم، لسان حال أم البنين عليه السلام. سلام الله عليها. منتظرة جيتكم، كتلتني فرقتكم، حق دليلي من يشي بنار. مضيعت لي نجمة وأربع أقمار، مضيعت لي نجمة وأربع أقمار. بارك الله بك. منتظرة جيتكم، كتلتني فرقتكم، منتظرة جيتكم، كتلتني فارقتكم، حق دليلي من يشيب نار. ضيعت لي نجمة وأربع أقمار، منتظرة جيتكم، كتلتني فارقتكم، منتظرة جيتكم، كتلتني فارقتكم، حق دليلي من يشيب نار. ضيعت لي نجمة وأربع أقمار، ظلم السماء وماكو شمس. ظلم السماء وماكو شمس، من غاب عني هلالك، أقرأ دعاء النود بلك، مدري الفلق أقرأ لك، مدري الفلق أقرأ لك، بإحساسك برودة شتاء، بإحساسك برودة شتاء، صورة عطاش ببالك، ويا حسين أموت بحسرتي
لو ما وصل مرسالك، لو ما وصل مرسالك عنك يا يوم اسأل وردة وبيدي تذبل، عنك يا يوم اسأل وردة وبيدي تذبل، عجل يا طيري وجيب الاخبار مضيعت لي نجمة واربع اقمار. طابت الانفاس، الله يخليك، قطع الانفاس، الله يخليك يا تسلم حبيبي. الجور هيك اصوات تبكي يا ملا قحطان، يا اساتذتنا، يا احبائنا، بوركت يا حبيبي. اشوف ايدك حبيبي، على شانك سيد حسينين، الله يعلي شانك. وفقت وفقت سماحة الشيخ الحبيب المولى عبد الصاحب. صورة جميلة ملا عباس، الله يخليك، موفق، تسلم، كلك احساس الجميع ان شاء الله وعطاء، وإن شاء الله نراك من خدمة الحسين الكبار إن شاء الله. ورد في الأثر التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. صحيح. اليوم أنت إلك بصمة وإلك لون وصوتك مميز، أدائك، اختيارك للقصيدة، عذوبة لسانك، كلك جميل. الله يخليك شيخ، موفق حبيبي، الله يخليك للجميع إن شاء الله. شيخنا الأكرف، هيك إحساس وهيك عمر، يعني شويه واقول ان انا احسد عباس. الله يخليك. بدانا اصغر منك بسنتين، لكن انت سابقنا، ونتذكر بداياتنا شلون كانت. الله. سابقنا الله. بسنوات. الله. صحيح. اداء الله. احساسا، اداره للقصيده والمجلس، حضورا وادبا، احساسك تعبير على وجهك واضح، النغم كانما يتشكل على وجهك وانت تأدي. الله يخليك. وهذا شيء يعني كبير جدا في عمرك، كبير جدا اريد اقول لك، ولذلك انا يعني معك دائما وابدا، وان شاء الله نراك ان شاء الله احد كبار خدمة الامام الحسين عليه السلام، الذين يخلدهم التاريخ في خدمة ابي عبد الله. أحسنت. بارك الله فيك. احسنت. الله يخليك. الاستاذ البديري ملا قحطان، إحدى الطقوس العبادية المهمة التي يمارسها الرادود قبل القراءة وتضفو عليه أشياء غيبية ونظرة خاصة هي قراءة الفاتحة لأم البنين سلام الله عليها. صحيح. والتوسل بسيد الشهداء وبالزهراء. وأنا لاحظت هذا العمر وهو يدخل يتخطى، أخذ يقبل المنبر ويتوسل ويرفع الأكف إلى الله، علّه يحظى بنظرة. أجد بهذا العمر يحمل هذه الجراح، هذه الجراحات، يحمل معه الطف، خلي يشوف العالم. عندنا بعمر 13 يجدو ويبكي الناس على الحسين، كان أداك مميز، كنت خايف جدا، وقلت لك البارحة أنا عندي طلاب وياك، قلت كنت خايف من دخولك في بيت الأبوذية، كنت مرتبك بعض الشيء. اي صحيح. ولكن الحمد لله استطاعت من بعد أنه الدخول في المستهل والأبيات، ضغوطاتك النغمية سليمة، ركوزاتك، نهايات الجمل صح، جاي تأدي صح، أكو عذوبة، أكو حرف بالحقيقة، أكو موسيقى بأداء الحرف، لفظ ولكنة عجيبة غريبة ما أدري من وين، وكأنها تقترب من الـ من الـ من الفصيح ومن القرآن. استفسار بسيط ملا، استفسار بسيط بالنسبة لعمره وقضية التحول والانتقال. أنا قلت له عند طلابه يا يعني أتوقع بأن هكذا خامة تدري الفترة الانتقالية ستكون للأفضل، كم ولا حسن اللي كان سابقا. جميل. إيه ستكون للأفضل. موفق. جميل. أحسنت. موفق. الميرزا الغالي حبيبي أستاذ واثق عباس، أنت بدخولك بوقفتك صح شوية ارتبكت ومن حقك، لكن كنت كلك جميل، والأجمل ما بيك اللي يخصني، الفقرة اللي تخصني هو اختيار هذا النص. النص لمن يا شاعر؟ إلى شاعر تحسين الخفاجي. أحسنتم والله. تحسين الخفاجي. تحسين. حياتنا. أجدت باختيار النص وباختيار كل ما قرأته شعراً، وهذه الملكة اللي لابد كل رادود يملكها، إنه حسن الاختيار. صوتك جميل، لحنك جميل، كلك جميل، لكن اللي يكمل كل هذا أن تختار النص اللي يكمل هذه اللوحة الجميلة. شكراً لك. أنا موفق. أنا من رخصتكم، من رخصة إدارة القناة والمجلس، أنا جميع طفل يشارك
فاز او ما انتقل ذولا حصتي بالنهائي. الله، انا مخصص لهم شيء خاص. موفق. حتى اللي طلع موفق، لازم يرجع لمولانا، عندنا موفق. شغل وياه موفق كلهم اللي اشتركوا. جميل، اذا هذه الله بيك حبيبي، هديه اللجنه لك وهديه منك مني لك. الحمد لله، مقعد بامير القراء ردتمو خلاص مضمون ان شاء الله. شو تقول ملا قحطان؟ ما شاء الله، هنيئا لك. واقول للاهل اللي ربوك، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. موفق ان شاء الله. عفيه موفق. عفيه عفيه ابو خضير، عفيه موفق. ملا قحطان قال البارحة أنت كنت مرتبك بالأبوذية، وإن شاء الله أنا أخذت بكلامه وظليت أتدرب عليها لحد ما جبتها. طبعاً هو هذا توفيق أنه أنا أكون خادم. هم اللجنة أوصوني قالوا إحنا كنا أصغر منك وما كنا جايبين هيش طبقة وصوت، وإن شاء الله أنا بدعائهم أتوفق إن شاء الله.